ديال الأسئلة كتطرح في هذه الظروف هذه، بخصوص الناس اللي مبليين بالرياضة والناس اللي كيترينيو، وحتى الناس اللي ما كيترينيوش هذه الفرصة باش ترينيو، لأن عندكم الوقت راكم غير في الدار، عندكم الوقت باش ترينيو. بزاف الناس كيقول لك واش غنتريني نكمل على لونترينمون ديالي، ولا غنريح شوية على ما تفوت هذه الظروف هذا. وبزاف الناس كيقول لك واش غندير بريز دوماس، يعني غنضخم ولا التنشيف. وبزاف ديال الاسئله عاودوا واش نكمل على المكملات الغذائيه ديالي، ولا نحبسكم المكملات الغذائيه، واش نطلع بروتين، واش نهبط الكارب، واش المهم بزاف ديال الاسئله غنجاوبوا عليهم ان شاء الله في هاد الحصه هذه، ولا في هاد الفيديو هذا ان شاء الله بعد قليل. بالنسبه للتضخيم ولا التنشيف، ما كاين لا تضخيم لا تنشيف في هذه الفتره هذه، بلا ما خصو غير يحافظ على واحد الكتله العضليه اللي ما تمشيلوش كامله، ويحافظ على الريجيم ديالو، الماكله ديالو، الدايت ديالو، يعني الماكله النقيه، ما يبقاش ياكل ماكله من الطرف، ما يبقاش يكثر من السكريات، ياكل السكريات وداكشي. وبالنسبه للبروتينات، طلع شويه بروتينات، لان البروتين هو اللي كيحافظ على العضله من الهدم. وإلا عندك جلوتامين، وحافظ على يعني المكملات الغذائية ديالك، ما تسمحش فيهم، خصوصا البروتين والجلوتامين والفيتامينات والأوميغا 3. واخا وقفتي الكرياتين ولا وقفتي أي حاجة، ولكن هاد الثلاثة وزيد عليهم فيتامين سي. أنا فيتامين سي بحال كيحارب هاد، يعني كيحارب بزاف ديال الفيروسات وكيقوي المناعة. ما خصوش يسمح في هاد المكملات هادو، الا كيستعمل المكملات ما يسمحش في هاد المكملات هادو، وياكل لي فروي، ما تسمحش في لي فروي والخضار. اما السكريات وداكشي ما عندك ما دير بهم، لان كيهبطوا المناعه، كيقضيو على المناعه السكريات والخبز الابيض. وكمل على الشوفان ديالك، كل الشوفان ديالك بحال اللي كنت كتاكل البيض، الماكله ديالك، الصدر ديال الدجاج، المهم الحوت، اي حاجه، المهم طلع في بروتين. كما كتعرفوا بنادم الى اي يعني كتوزن اي ميزان، كضر الميزان ديالك في جوج، كيعطيك شحال خصك البروتين في النهار. يمكن لك تطلع شويه، الى درك كضرب الميزان ديالك في جوج فصيله، في جوج دير في جوج فصيله خمسة، يعني حاول تطلع شويه الميزان ديال البروتين، وخلي الكارب ستابل، ما تطلعو ما تهبطو، الكارب ديالك خليه ستابل. يعني الى كتاكل 200 غرام ديال الروز ولا 150 غرام، خليها هي. علاش؟ باش الحجم العضلي ديالك ما يتقلصش، لان مادام انت مريح، يعني ما كديش لي زاكتيفيتي بزاف، ما كترينيش، كتريني غير في الدار. انا كنهضر على الناس اللي كيترينيو في الدار، كتريني غير في الدار. خلي الماكله ديالك ستابل، البروتين ديالك طالع، الكارب الدهون الصحيه عاود خليها نورمال بحال الكارب. علاش؟ باش تحافظ شويه على ديك الكتله العضليه، لان الا نقصتي هاد الماكله هذيك، العضله ديالك كتبقى تنقص اوتوماتيكمون. شحال ما نقصتي في الماكله، راه كلشي في الماكله كينقص، كتنقص العضله، نقصتي الماكله كتنقص العضله، نقصتي الماء. واخا كتريني في الدار، كدير بومباج، كدير عندك لي زانتي، ولا كتخدم بالقاعد الماء ولا اي حاجه، ضروري الماكله هي اللي كتحكم في الجسم، ماشي لونطرينمون. ديما كنقولوا النعاس والماكله، وخصوصا الماكله هي كتلعب 65% في الجسم. دائما حاول الماكله ديالك تكون نقيه وتكون يعني متوازنه، ما تنقصهاش،
لان كنعرفوا بان بنادم فوقاش ما كيترينيش كتمشي له قال هذه الماكله هذه معروفه. كاين بزاف ديال الناس بعدا دخلوا يترينيو على هذا الجناد الماكله، لان نونترينمو وخصوصا الحديد كيعطيك الجناد الماكله، كتاكل مزيان كتغدى مزيان والجسم داك كيتغدى مزيان. اون فوا وقفتي لونترينمو كينقص شويه، كينقص ديك الجناد الماكله كتنقص لك. لذلك حاول الماكله ديالك خليها ستابل، يعني خليها هي ونقيه، وما تزيدش، حاول ما تزيدش السكريات وتزيد ديك اللي ما فيه مش نفع. مرة مرة مع العائلة وداك الشيء ماشي مشكل، ولكن قد دايما 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 تدخل السكريات وتدخل الدهون غير الصحية وداك الشيء ما غاديش ينفعك داك الشيء. وكما قلت لكم بالنسبة للمكملات الغذائية حاولوا طلعوا في بروتين جلوتامين، اما بي سي ا ما غاديش ينفع لك، ما غاديش بي سي ا. المهم باقي غندير عليه واحد الفيديو، بي سي ا ما غاديش ينفعك، بري ورك اوت ما غاديش ينفعك. الى نوطي تريني يعني غير في الدار تشرب غير قهوه كحله غير باش دير لك شويه التركيز وموتيفاسيون. الدراري دائما موتيفاسيون، موتيفي راسك براسك، تفرج في الدراري اللي كيديروا يوتيوب، تفرج في الدراري اللي كيديروا يعني فيديوهات لونترينمون ديال في الدار، كيفاش غاتريني في الدار، غاتعلم غاتموتيفا. انا علي يوميا كندير واحد الحصه، عندي هنا الفيلو كندير شويه فيلو، كندير شويه تراكسيون، عندي ديك الاستيك، المهم كنديباني وايد. المهم بلا يدير واحد الحاجه، ما غاديش يجلس تا يولي يخدم الخنشع يبقى يدخل غير الماكله. واخا بالنسبه للناس واخا اما بالنسبه للرياضه في الدار، انا كنصح بتمارين الضغط يعني تراكسيون ولا البومباج. التمارين هادو شنو كيديروا لك؟ فوقاش كدير تمارين الضغط الجسم ديالك كتجي له واحد الاشاره، المهم المخ، بان كاين الضغط على العضلات اللي كتقيس في ديك البلاصه هذه، سواء الكتاف والصدر والتريسيبس ولا المهم والظهر. كما كتعرفوا البومباج كاين فيه به بزاف ديال الانواع، وكتقيس ليهم بزاف ديال المناطق وخصوصا الصدر والكتاف والتريسيبس والظهر. لذلك الماكله اللي يعني كيدير واحد الاشاره للجسم ديالك للدماغ باش يطلب المعونه، الماكله غتوصل له لديك البلاصه. يعني اي بلاصه قستيها سواء يعني ضخيتي فيها الدم وبومبي البومباج، يعني ضخ الدم هو البومباج، بومبيتي كتكب كت كت يعني كتوصل ليها الغذاء الخلايا ديال ديك البلاصه هذه، سواء الصدر ولا الكتاف ولا اي حاجه باش تكبر. حتى الا ما كبرتش يعني ما كاينش الضغط الكافي، المهم كتبقى في واحد المستوى وكتغذى دائما كتغذى، يعني كاين الغذاء كيوصل لديك البلاصه. ولكن الا انت خليتيها ما تكتريني ما والو، يعني ما كيوصلش الغذاء لديك البلاصه، كتبقى انت ديك الغذاء اللي كليتي كامل وديك الماكله اللي كليتيها كتحول للدهون والشحوم. خصوصا الناس اللي كيبغيو يديروا التنشيف في هذا الوقت هذه، التنشيف ما صالحش، لان التنشيف ضروري خصك تقلل من الماكله. فوقاش الا قللتي من الماكله كتضعف العضله، لان ما كاينش ديك الضغط اللي كدير عليها اللي كنتي في لاصال وداك الشيء عليها، العضله ضروري واخا كترينيها في الدار غتضعف. اما الناس اللي كيديروا لاماس عاود ما كاينش الضغط الكافي، ما كاينش الثقل الكافي باش العضله تبومبا باش يجي الغذاء يعمر ديك البلاصه. يعني العضله فوقاش كتعطيها الثقل، كتضخ فيها الدم بزاف، يعني كيوصل الغذاء بزاف، يعني كاين بناء العضلي. ولكن ما كاينش الثقل، ما كاينش الضغط، ما كاينش المواكل، ما كاين بزاف ديال الحاجات باش تريني، ما كاينش البار، ما كاينش الاخر، ما كاينش لاماس. اذا خصك تخلي واحد الميزان بين التنشيف ولاماس في الدار، تبقى غير البالونس بحال اللي كيقول، يعني ما تنشف ما تماسي وطلع غير في العضله اللي اكتسبتها، تبقى لك بعد شويه على حسب ما يفوت هاد ان شاء الله هاد الازمه، تفوت هاد الازمه هادي وبنادم يرجع يتريني باش الذاكره العضليه تخدم دغيا، غيرجع لو ريكوبيراسيون دغيا تريكوبيري العضله ديالك. هذا المكان ديال الدراري، كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت واحد
الناس المعنيين اللي مبليين بالرياضة وخصوصا كمال الأجسام تكون واحد الفكرة وصلت، واللي عنده شي سؤال ما تبخلوش معانا بالأسئلة ديالكم، ولا شي موضوع بغيتو نهضروا عليه ما تنساوناش، وخليو الكومنتير ديالكم، ما تنساوش تشجعوا باللايك وتابوني، واللي ما ابونش ابوني باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. المهم حنا راه مريحين في الدار، انا نوريكم دابا المكملات اللي عندي اللي كناخد. الصراحه راه جبت واحد شي مكملات اخرين. المهم انا جبت بروتين قبل ما يتسالى لي بروتين، ما بقاش فيه بزاف، جبت واحد بروتين اخر حيت في هذه الازمه هذه لقيتهم دايرين 50% وكاين المواد اللي دايرين عليهم 70%. استغلينا فرصه جبنا شويه ديال المكملات، نوريهم لكم دابا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.